ان شاء الله. طيب الفريق يقدر يخرج من الاهتزاز ده ازاي، او الدروب اللي حصل ده ازاي، يقدروا يعملوا ايه؟ وهل الخبرات ليهم دور في المرحلة دي، او هم ليهم الدور الاكبر في المرحلة دي، ولا هو الموضوع منظومة كاملة بالجهاز الفني باللعيبة بالخبرات؟ يعني حضرتك شايف مين عليه الدور الاكبر؟ زي ما ذكرت حضرتك، هي منظومة كاملة، اللعيبة بالخبرات بالجهاز الفني بالجهاز الإداري، كل واحد عليه مسؤولية، كل واحد عليه دور. لو كل واحد قام بالدور المنوط بيه أكيد هنعدي الكلام ده. وأنا شايفها هي مرحلة محتاجة إعداد نفسي أكتر منه إعداد مهاري أو بدني، يعني لازم يرجع الثقة للاعبين، ولازم يبث الحماس والروح العالية في نفوس اللعيبة، ويديهم قد إيه أهمية النقطة مش الشوط. يعني النقطة بتبقى مهمة جدا، طبعا. وكان بيعلمونا دايما، وإحنا بنعلمه لأولادنا وللمدربين، إن دايما أهم النقاط هي النقاط اللي جاية، مش أول نقاط في الشوط ولا آخر نقاط في الشوط، لا، النقطة الجاية هي دي أهم نقطة في المباراة. لو هو كلهم طبعا الشوط الاول، يعني زمايلي طبعا في الاعداد بيقولوا لي ان الشوط الاول انتهى بنتيجه 1-0 لنادي سموحه. مش مشكلة خالص، بالظبط مشكلة خالص، إن شاء بالظبط الله يتداركوا الموقف دوت. ان شاء الله. لسه في شوط تاني وتالت، ولسه المباراة، أنا شفنا المباراة اللي فاتت خلصت 3-2، ما يعني بين طلائع الجيش وبتروجيت. بالظبط بالظبط، احنا صحنا في ادوار نهائيه أيوه. يعني. فوارد جدا، المستويات متقاربة والفرقة كلها كويسة ووصلت لمستوى بعد الدور التمهيدي، طبعا مستوى فني كويس قوي، فوارد يحصل كده. هل الفريق اتأثر بتغيير الأجهزة الفنية، ولا هو دروب حصل يعني خلاص الماتشات الناس خسروا في الماتشات دي؟ يعني لو حضرتك تعدلي الأسباب اللي هي ممكن تكون هي اللي تسببت في هزيمة الفريق في ال3 ماتشات في الدور الترتيبي، هتعدلي الأسباب إزاي؟ وهل تغيير الأجهزة الفنية سبب من الأسباب؟ يعني هو أكيد طبعا سبب ده، بس أنا في وجهة نظري مش سبب رئيسي. يعني زي ما قلت لحضرتك، في جزء كبير منه سوء توفيق، عدم توفيق، يعني التوفيق وعدم التوفيق ده وارد جدا في الرياضة، وزي احنا شفنا في كرة القدم، الزمالك لعب في بطولة افريقيا ماتشين، وحتى الماتش الأخير دوت اللي اتلعب امبارح ضيع فرص كتيرة جدا، وفكر في العارضة وفي القائم وفي الآخر ما وصلش. يعني بعد، لو كان كسب الماتشين دول كسب من الماتش بتاع الوداد، يعني ماتش، حتى الماتشين بتاع الوداد. فالتوفيق وعدم التوفيق وارد، حتى في الكرة الطايرة وارد. طب ان شاء الله انا بقول لك عندي ثقة انهم هيعدوا المرحلة ديت، وهيكسبوا النهاردة وهيكسبوا بكرة، وان شاء الله هيكملوا في الدوري ان شاء الله. طيب النتيجة لحد دلوقتي 5-2 لصالح نادي الزمالك، صح كده يا شباب؟ تمام، في الشوط الثاني قلت لحضرتك وارد، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.